صباح الخير بالتوقيت الأمريكي، يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من الموضوعات المتنوعة التي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم. ومنها وسط استمرار للقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تقارير استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع اليونيفال في لبنان، وتأكيد جديد على الالتزام بأمن إسرائيل. استطلاع جديد للرأي يكشف تفوق ترامب على هاريس فيما يتعلق بالتعامل مع حربي إسرائيل وأوكرانيا. الولايات المتحدة تحيي ما يعرف بيوم البحرية الأمريكية في 13 من أكتوبر من كل عام. وبايدن يعاين الدمار الذي خلفه إعصار ميلتون في فلوريدا اليوم وسط أزمة وقود تضرب الولاية. قبل أن نستعرض معا هذه الموضوعات، ننتقل إلى رؤوف لنتصفح معه أبرز معنونة الصحف الأمريكية لهذا اليوم. صباح الخير رؤوف، هل جاءتك هذه الأخبار مع القهوة؟ صباح النور إيناس، جريدة ومقال مع القهوة الصباحية. صباح الخير مشاهدينا الكرام، ندعوكم الآن إلى هذه الجولة في أبرز ما تناولته الصحف الأمريكية لهذا اليوم. هذه الجولة نبدأها مع مقال في صحيفة الواشنطن بوست التي قالت فيه إن العواصف وحالات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي تحدث بشكل متكرر وكثافة أكبر أدت إلى ارتفاع تكلفة إعادة البناء، كما أن تغير المناخ سيجبر الحكومة على إنفاق المزيد. أما في صحيفة الوستريت جورنال فنقرأ مقالا جاء فيه أن المرشحين لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب وكامالا هاريس يتنافسان للظفر بأصوات ولاية أريزونا المهمة، حيث يحاول ترامب إعادة الولاية إلى الحزب الجمهوري بعدما أن أفلتت منه في انتخابات 2020، في حين حشدت هاريس الدعم من العديد من الجمهوريين في الولاية بما في ذلك نيجل ماكين جيمي ماكين. ننتقل إلى عنوان آخر مع صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مقالا قالت فيه إنها أو استعرضت فيه محاضر 10 اجتماعات بين كبار قادة حماس. أظهرت هذه الاجتماعات أن الجماعة كانت تسعى للحصول على دعم إيراني لهجوم كبير. وفق الصحيفة دائما فإن محاضر اجتماعات حماس السرية التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي تحتوي على سجل مفصل للتخطيط لهجوم 7 أكتوبر، فضلا عن تصميم يحيى السنوار على إقناع حلفاء حماس إيران وحزب الله للانضمام إلى الهجوم أو على الأقل الالتزام بقتال أوسع مع إسرائيل إذا شنت حماس غارة مفاجئة عبر الحدود. نختم هذه الجولة مع مجلة بوليتيكو التي نقرأ فيها مقالا عادت فيه إلى وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، حيث قالت المجلة إن مقتطفات من مذكرات كتبها نافالني جاء فيها أنه يعتقد أنه سيموت في السجن. مشاهدينا، كانت هذه أبرز العناوين والمقالات في الصحف الأمريكية لهذا الصباح. بالتأكيد سنتابع المزيد معك إيناس في أمريكا هذا الصباح. شكرا رؤوف. نبدأ من آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي وضابط بجروح خطيرة في حادثتين منفصلتين خلال معارك وقعت في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن الجندي والضابط أصيبا بنيران صاروخ مضاد للدبابات من حزب الله. ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر ما قال إنها عملية أسر لعنصر من حزب الله تحصن في مجمع تحت الأرض في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة والبلدات المحيطة بها بعد هجوم صاروخي من لبنان دون تقارير عن وقوع إصابات. دعا الجيش الإسرائيلي سكان نحو 20 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها بعدما كان قد شن غارات مكثفة على بلدات شقرة والمنصوري والبازورية وباريش وذي الحجار جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي دعا سكان جنوب لبنان إلى عدم العودة إلى منازلهم، مشيرا إلى أن الغارات المكثفة ضد حزب الله لا تزال مستمرة. وفي الأثناء
أعلن الدفاع المدني اللبناني انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة الإسرائيلية والتي أدت إلى تدمير مبنيين سكنيين مساء الخميس في قضاء كسروان المعيصرة، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 17 شخصا فضلا عن إصابة 12 آخرين. وللمزيد ينضم إلينا من تل أبيب مراسل الحرة يحيى قاسم، كما تنضم إلينا من بيروت مراسلة الحرة هناك سحر أرناؤوط. صباح الخير عليكم، أبدأ معك أولا سحر، يعني اطلعينا على التطورات الميدانية حتى هذه الساعة، إلى أين وصلت؟ صباح الخير إناس، وطبعا صباح الخير للزميل يحيى. الأوضاع الميدانية بحرارة متسارعة وأحداث أيضا متسارعة. بيانات حزب الله بلغت حتى الساعة منذ ساعات الصباح الأولى أو الفجر تحديدا بلغت 22 بيانا أشار فيه الحزب في هذه البيانات عن عدة عمليات، منها استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مواقع متقدمة عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنها إطلاق صليات للصواريخ في الداخل الإسرائيلي. أما طبعا ما يعني يركز عليه حزب الله هو المواجهات التي تتم بشكل يصفها بالتحام، خاصة ما حصل في رامية هذه المنطقة في القطاع الغربي التي طبعا تتعرض أو تشهد مواجهات بين عناصر أو مجموعات تابعة لحزب الله وبين وحدات تابعة للجيش الإسرائيلي. ربما الزميل يحيى يفيدنا بصورة أوضح عما يجري هناك، ولكن الغارات الإسرائيلية تزامنا مع كل هذه المواجهات بين الطرفين، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف. منذ قليل أفادنا مصدر أمني بأن غارات استهدفت بلدة الريحان والمحمودية في قضاء جزين، وكانت بلدات عدة في قضاء النبطية قد تعرضت أيضا لغارات مكثفة، وبلدات أيضا في القطاع الغربي يعني قطاع في قضاء صور تحديدا أيضا تعرضت لغارات من طيران إسرائيلي. هذا طبعا ينسحب على القطاع الشرقي الذي تعرضت فيه بلدات عدة، منها برج الملوك حيث أصيب ثلاثة عناصر للجيش اللبناني وأصيبت معهم آلية، وهذا أيضا ينسحب على بلدات الخيام الشبعة كفر حمام الهبارية كفر كلا. كل هذه البلدات في القطاع الشرقي تتعرض بشكل مستمر لغارات ولعمليات قصف مدفعي من المواقع الإسرائيلية. هذا طبعا أيضا لابد من الإشارة إلى ما شهدته بعض المناطق اللبنانية في ساعات الفجر، حيث استهدفت مسيرة بثلاثة صواريخ منطقة الشرحبيل في مدينة صيدا وأدت إلى تدمير شقتين. هذا إضافة طبعا إلى الغارات المكثفة، أربع غارات وصفت بأنها عنيفة جدا أدت إلى تدمير السوق التجاري المشهور في قلب مدينة النبطية وأدت إلى تدميره بشكل كامل. ابقي معي سحر، ودعينا نتحول إلى تل أبيب ويحيى قاسم. يحيى صباح الخير من جديد عليك، يعني الجانب الآخر من الصورة، التطورات الميدانية وأيضا التصريحات السياسية التي تتوالى على جانب الإدارة في إسرائيل. أهلا بك إناس وبزميلة سحر. دوي صفيرات الإنذار لم ينقطع منذ ساعات صباح اليوم في مناطق واسعة في إسرائيل، بما في ذلك الجليل الغربي والشرقي وكذلك في الجليل الأسفل. لم نبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، والجيش الإسرائيلي قال أنه طرد بعض القذائف التي تطلق من الأراضي اللبنانية، في حين أن أخرى سقطت في أراض خلاء. من ناحية العملية العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، فبحسب بياناته تتواصل العمليات العسكرية بما في ذلك الغارات، حيث تم استهداف 200 موقع تابعين لمنظمة حزب الله في مناطق مختلفة في داخل الأراضي اللبنانية حسب بيان للجيش الإسرائيلي، وذلك من خلال غارات استمرت في الساعات 24 الماضية. أضف إلى ذلك أن الجيش يتحدث عن تطويق مبنى والدخول إليه والعثور هناك على مستودعات لأسلحة وذخيرة. لم يتم تحديد هذا المكان، ولكن الجيش قال إنه اكتشف هناك وعثر على أحد المسلحين التابعين لمنظمة حزب الله، تم التحقيق معه في المكان، ومن ثم أعيد إلى إسرائيل أو أدخل إلى إسرائيل دعينا نقول من أجل استمرار التحقيق معه. عمليا تم أسره من قبل الجيش الإسرائيلي. هنالك نقطة هامة
إيناس تتعلق بمسألة إصابة العنصرين من اليونيفيل، وهذه النقطة تم التطرق إليها في 3 بيانات للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الذي انتقد فيها سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب عدم إخراج هذه القوات من جنوبي لبنان، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي توجه أكثر من مرة للأمم المتحدة بغية إخراجهم. شكرا لك يحيى، كنت معنا من تل أبيب. شكرا، موصول لك سحر من بيروت. أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه العميق إزاء تقارير بشأن استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان ومقتل جنديين لبنانيين. وشدد أوستن في مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، شدد على أهمية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفال والقوات المسلحة اللبنانية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحول المسار الدبلوماسي في أقرب وقت بحسب ما أفاد بيان البنتاغون. فقرات أمريكا هذا الصباح تستمر معكم في هذا الصباح الخريفي البارد. ما هو الوضع عندك رؤوف؟ خريفي بارد إناس، ولو أنه لطيف بعض الشيء هذا اليوم. دعينا نأخذ المشاهدين في جولة على عدد من الولايات الأمريكية، تحديدا في هذا الصباح من واشنطن العاصمة مع مراسلة الحرة سارة نور الدين، ومن فلوريدا مراسلنا رضا بوشفرة. أهلا بكما سارة. دعيني أبدأ معك وأنت المتواجدة أمام نافورة كولومبوس المعروفة أيضا بالنصب التذكاري لكريستوفر كولومبوس في إطار احتفالات عطلة كولومبوس الرسمية التي توافق غدا الاثنين. ما الذي تمثله للأمريكيين هذه العطلة وهذا الاسم أيضا؟ صحيح صحيح رؤوف، نحن هنا أمام هذه النافورة للنحات لورادو تافت الذي وهي وضعت هنا من عام 1912 تخليدا للرحلات الاستكشافية التي فتحت الأبواب لاستكشاف الأمريكتين، وتخليدا لهذه الرحلة تحديدا لكريستوفر كولومبوس عام 1492، حيث كما نرى هنا النافورة عبارة عن السفينة التي قدم عليها كريستوفر كولومبوس وهو تمثاله الرئيسي والأساسي في هذه المنحوتة، بالإضافة إلى رمزين للرجل القديم والسكان الأصليين. يعني هذه العطلة ظلت منذ يعني 1937 هي عطلة كولومبوس التي توافق الاثنين الثاني من أكتوبر من كل عام، ولكن في عام 2021 يعني قرر وأصدر الرئيس بايدن قرارا باعتبار الاثنين الثاني من أكتوبر هو يوم الشعوب الأصلية، بما يمثله طبعا وتخليدا وتسليطا للضوء على جهود السكان الأصليين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن هذه المنحوتة ربما الخلاف حول يعني الاستكشافات التي وأحداث العنف التي تلت هذه الاستكشافات ربما يفسر إبقاء هذه النافورة منذ سنوات لا تعمل ولم يتم إصلاحها، ونحن هنا على بعد خطوات من الكونغرس. سارة شكرا لك، ودعينا نتحول إلى فلوريدا مع رضا من هناك. رضا صباحك سعيد مجددا، الأجواء عندك تبدو صافية على عكس الأيام السابقة، لكن هذا لا يخفي التداعيات المدمرة لإعصار ميلتون. لو تعد بنا إلى آخر هذه التداعيات وتفاعل وتعامل المواطنين وحتى السلطات مع هذه الآثار. صباح الخير رؤوف، صباح الخير إيناس، وأيضا صباح الخير للزميلة سارة من واشنطن. طبعا مشكلة إعصار ميلتون أنه إلى غاية اللحظة لا تزال هناك عائلات بدون كهرباء، خاصة في منطقة تامبا أكثر من 1,000,000 بيت يفقد للكهرباء إلى غاية اللحظة. وأيضا مشكلة أخرى تضاف إلى مشكلة الكهرباء هي مشكلة البنزين، بحيث أنه عدد كبير من محطات البنزين تشتغل كما نعلم بالكهرباء، فرغم وجود البنزين فيها لا يمكن ضخ هذا البنزين لأنه لا يوجد كهرباء، وهذه مشكلة. وبهذه يعني بهذا السبب أعلن أمس حاكم الولاية روندي سانتيس أنه خصص أو ما
مصالح ولايته خصصت حوالي 1 مليون جالون من البنزين ستوجع مجانا إلى عدد كبير من هذه المدن التي تضررت كثيرا من الإعصار ميلتون، خاصة المدن التي تجاور منطقة تامبا الواقعة على الساحل الغربي من ولاية فلوريدا. طبعا كان فيه آثار دمار كبيرة شهدتها المدن التي تكلمنا عنها، رأينا كيف أنه العديد من البيوت والمحلات تهدمت من قبل هذا الإعصار. لغاية اللحظة تقوم سلطات الولاية بالإضافة إلى عدد كبير من المساعدين الذين أتوا من ولايات مجاورة وحتى من كندا للمساعدة في تنظيم الركام والحطام الذي خلفه إعصار ميلتون، ولكن أيضا خلفه إعصار هيلين الذي ضرب قبل أسابيع. إذن الجهود متواصلة، محاولة التعافي أيضا متواصلة إلى غاية اللحظة من أجل إعادة أو عودة الحياة مجددا إلى سكان الولاية. شكرا لك رضا، كنت معنا من فلوريدا. شكرا أيضا لسارة نوردين التي كانت معنا من العاصمة واشنطن دي سي. شكرا جزيلا لكم. أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية وجهت مذكرة داخلية للصحفيين العاملين فيها تحثهم على عدم الإشارة إلى القدس كجزء من إسرائيل أو أنها عاصمة لها. وذكرت تلك المصادر أن كبير مدراء الشبكة للمعايير مارك ميموت أرسل في أغسطس الماضي رسالة إلكترونية إلى جميع موظفي الشبكة تتضمن قائمة بالمصطلحات التي يجب الحذر منها عند الحديث أو كتابة الأخبار المتعلقة بالحرب في غزة، ومنها عدم الإشارة إلى القدس على أنها جزء من إسرائيل. وتبعت المذكرة أنه رغم وجود السفارة الأمريكية في القدس واعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بها كعاصمة لإسرائيل، لكن وضعها متنازع عليه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة واشنطن الصحفي سعيد عريقات. أستاذ عريقات صباح النور، أهلا بك. أهلا فيك. نريد منك تعليقا على هذا الموضوع، في أي خانة يوضع؟ ما الذي يعنيه؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين. بكل تأكيد القدس هي وفق القانون الدولي هي مدينة متنازع عليها تاريخيا. طبعا هناك الكثير من الادعاءات، خاصة الادعاءات الإسرائيلية بأن القدس هي مدينة يهودية، والحقيقة هي ليست كذلك على الإطلاق. تاريخ اليهود في القدس تاريخ بسيط جدا وقصير جدا وهو الأقل، والتاريخ الأكثر حضورا في القدس تاريخيا وهي مدينة عمرها 5000 سنة. وأنا ابن القدس بالمناسبة، أنا من قرية أبو ديس وهي أحد ضواحي القدس. هي حقيقة مدينة عربية باستمرار، حتى رغم وجود الكثير من الذين حكموها عبر التاريخ، من الكنعانيين إلى حتى في فترة اليهود، حتى في فترة الفراعنة وفي الفترات التي تلت ذلك، من الإسكندر المقدوني إلى الرومان إلى الإغريق إلى آخره. فإذن التاريخ طويل. تاريخ هذه المدينة يدل على طابعها العربي وهويتها العربي عبر التاريخ، لم تتغير عبر التاريخ حتى حدث الاحتلال عام 1948، ومن ثم قسمت القدس. وعندئذ كما ذكرتم في تقريركم وضعت القدس تحت وضع دولي خاص يبت فيها في نهاية المطاف لدى إنهاء الصراع، وهذا ما نحن عليه الآن. طبعا نرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ عشرات السنين وهي تحاول منذ عام 67 وهي تحاول طمس هذه هوية القدس من الناحية الإعلامية. أستاذ سعيد عريقات، ما الذي تعنيه كمؤسسة إعلامية أمريكية، ولماذا أصلا هذا التراجع؟ نعم، كمؤسسة إعلامية بالنسبة لسي بي إس، أعتقد ذكرت أنها شبكة سي بي إس نيوز، أعتقد أنه أولا هو اعترافا بالواقع أن هذه ليست، يجب أن لا تكون عاصمة إسرائيل، وبالتالي لا يمكن الحكي التحديث عنها بهذه الصفة. دونالد ترامب
عندما كان رئيسا في ديسمبر 2017 قرر أن يجعلها عاصمة لإسرائيل. الحقيقة هي أن العالم كله لا يعترف بذلك ولا يقر بذلك، وحتى هذه اللحظة منذ عام 2017 وحتى اليوم لا أحد يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل إلا الولايات المتحدة الأمريكية، فإن لها وضع عالمي خاص، وهذا ما لكن تعترف نقطة به الشبكة. نقطة أستاذ عريقات، مراسلة أو الإيميل الداخلي في سي بي اس نيوز يتحدث عن كون القدس لا يمكن اعتباره حتى كجزء من إسرائيل، هل يختلف ذلك عن الحديث عن كونها عاصمة لإسرائيل باعتراف أمريكي؟ أكيد يختلف، لأنه حقيقة الأمم المتحدة قررت منذ أن خلقت إسرائيل عام 1948، وإسرائيل طبعا هي مخلوق قامت به الأمم المتحدة منذ ذلك الوقت، وهي تقول القدس لها وضع خاص، لأن لها هوية دينية لثلاثة أديان رئيسية، وبالتالي يسكنه العديد من الجاليات والعديد من الناس، علما بان اغلبيتهم من الفلسطينيين، لكنها لها طابع خاص من هذه هذه من الناحيه، الناحيه وبالتالي التاريخيه. يجب ان تكون اريد كذلك. منك تعليقا، وانت صحفي واعلامي نتشرف بحضورك معنا. شكرا. نريد منك اشاره الى هذا التعامل وطريقه التعاطي الاعلاميه داخل الولايات المتحده مع امر كهذا. ما الذي يعنيه؟ ما نعم. الذي يؤشر عليه؟ أنا أعتقد أن هو كما ذكرت لك هو إقرار بالواقع، لأنه حقيقة بعد 6 سنوات أو أكثر، 7 سنوات من اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة، العالم لم يقر بذلك، لا تزال متنازع عليها، لا تزال هناك توتر كبير في بين الجاليات المختلفة، خاصة بين السكان العرب والإسرائيليين في المدينة، وهناك طبعا العاصمة التي لا زالت تعمل كعاصمة وهي تل أبيب بالنسبة لإسرائيل. لكن دعني أحذر من أن عادة بعض وسائل الإعلام الأمريكية عندما تذكر خبرا ما تقول قالت القدس، بمعنى كما نقول هنا قالت واشنطن، فإذا هناك محاولات لوصف القدس وكأنها عاصمة إسرائيل دون قول ذلك علنا. أستاذ سعيد عريقات الصحفي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباحا سعيدا. شكرا. شكرا لك. قبل استكمال فقرات أمريكا هذا الصباح، نتوقف الآن مع هذه الجولة السريعة في أبرز أخبار العالم. حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة على نقل قواتها يونيفيل من مناطق القتال في لبنان، وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا من الأمم المتحدة إجلاء عناصر اليونيفيل، وأن وجودهم في المنطقة يجعلهم رهائن لدى حزب الله حسب وصفه. نقل مراسل الحرة عن مصادر طبية في قطاع غزة أن عددا كبيرا من المواطنين سقط ما بين قتيل وجريح جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في مخيم وبلدة جباليا شمال القطاع. في شأن متصل، قتل 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي جوي طال منزلا في مخيم النصيرات، بجانب قصف مدفعي أصاب مناطق متفرقة من البريج وسط قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 42,227 فلسطينيا في الحرب المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر في العام 2023، وقالت إن 98,464 آخرين أصيبوا في الحرب على القطاع. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا تابعة للسلطة الفلسطينية بوفاة الفلسطيني محمد منير موسى من بيت لحم بالضفة الغربية أثناء احتجازه لدى إسرائيل. ونقلت الوكالة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بوفاة موسى في مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي إسرائيل. ووفقا للهيئة الفلسطينية فإن موسى معتقل منذ أبريل من العام الماضي ولم يكن يعاني من أي مشكلات صحية مزمنة. قتل 23 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين إثر قصف طائرات الجيش السوداني سوقا في العاصمة الخرطوم، بحسب بيان مبادرة غرف الطوارئ الإنسانية. ويقع السوق بالقرب من معسكر لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، التي تسيطر هذه القوات على معظم أجزائها وتخوض قتالا عنيفا مع الجيش الذي يسعى لاستعادتها.
تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان القوات المتواجدة على جبهة محور سنار منطقة جبل موية، وقال الجيش السوداني إنه فرض سيطرته على جميع قرى ومرتفعات هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وذكرت مصادر عسكرية أن تواجد قوات الجيش في جبل موية وحوله أدى إلى فتح الطريق الرابط بين مدينتي ربك وسنار أمام حركة مرور البضائع والسكان. قالت قوات الدعم السريع إنها انتشرت على الحدود السودانية التشادية بغرض تأمينها. وتسيطر قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من دارفور، بينما يسيطر الجيش على عاصمة الإقليم مدينة الفاشر. ويتهم الجيش أطرافا خارجية باستخدام الحدود الغربية لإمداد الدعم السريع بالسلاح والمقاتلين من خارج البلاد. أكدت وزارة الصحة المصرية وفاة شخص وإصابة نحو 20 آخرين جراء حادث قطار في المنية جنوبي مصر. وأكدت أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عملها في موقع الحادث. من جهتها قالت هيئة السكك الحديدية في بيان إن الحادث وقع بعد أن اصطدم جرار بقطار قادم من أسوان باتجاه القاهرة، مؤكدة أنها أمرت بتشكيل لجنة من المختصين في الوزارة للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث، وذلك وفقا للبيان. مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح، ونتابع بعد فاصل قصير. سبيس إكس تستعد لأول مرة الطبقة الأولى من صاروخها العملاق ستارشيب بعد رحلة تجريبية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتحول الآن إلى هذه الوقفة من وقفات أمريكا هذا الصباح. ننتقل بالضبط إلى غرفة الأخبار مع محمد الرماوي ليعرفنا على أبرز ملفات الحرة الليلة لهذا اليوم. محمد صباح النور، ما الذي ستناقشه اليوم في برنامج الحرة الليلة؟ نعم رؤوف، صباح الخير. ملفات عديدة سناقشها اليوم في حلقة الحرة الليلة. بالتأكيد سنركز على التطورات الميدانية للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وما يقابلها من قصف لحزب الله على مناطق في شمال إسرائيل. سنبحث أيضا المطالبة الإسرائيلية لقوات اليونيفيل، قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان، لإخلاء مناطقهم هناك وتداعيات هذا الأمر وانعكاساته. بالإضافة رؤوف سنبحث الوضع الإنساني في لبنان ما حديث مدير عام وكالة أونروا عن وضع مأساوي للنازحين وتواصل أوامر الإخلاء لقرى وبلدات في الجنوب ومطالبة بعدم العودة إليها. كما سنركز أيضا على نظام ثاد، هذا النظام الصاروخي الدفاع الأمريكي الذي تدرس واشنطن إرساله إلى إسرائيل في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، إضافة إلى التطورات بالتأكيد في شمال قطاع غزة. تابعونا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش. شكرا لك محمد، مواضيع متنوعة سنشاهدها في الحرة الليلة. مشاهدينا مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح، الآن نتحول إلى إناس وباقي الفقرات. تفضل إناس. شكرا لك رؤوف، ونتجه إلى أخبار الاقتصاد وأخبار الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في 7 ولايات متأرجحة، أظهر أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يتفوق على نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فيما يتعلق بتعامل الولايات بشكل أفضل مع ملفي الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. أما فيما يتعلق بالتأييد إجمالا، فقد أظهر الاستطلاع تعادل هاريس وترامب في الولايات 7 التي يمكن أن تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
نشرت نائبة رئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس رسالة من طبيبها يقول فيها إنها تتمتع بصحة جيدة ويمكنها أن تتقلد المنصب الرفيع. وقال أحد مساعدي هاريس قال إن المعلومات الطبية التي كشف عنها تهدف لتسليط الضوء على رفض منافسها ترامب للقيام بذلك. وتنافس هاريس البالغة من العمر 59 عاما مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب البالغ من العمر 78 عاما على رئاسة الولايات المتحدة. أعلن دونالد ترامب عزمه زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة 10 إلى 20% بحسب المنتجات وصولا إلى 60% للواردات الصينية وحتى 200% للسيارات المصنوعة في المكسيك، وذلك في حال فوزه في انتخابات رئاسة الأمريكا المقبلة. يعتزم ترامب أيضا تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته وخفض الضرائب على عائدات الشركات، فضلا عن فرض قيود صارمة على واردات المنتجات الزراعية. يصادف اليوم ذكرى تأسيس البحرية الأمريكية في 13 من أكتوبر من العام 1775، وذلك بعد أن أصدر الكونغرس آنذاك تفويضا بإنشاء أول قوة بحرية أمريكية لحماية الموانئ والممرات المائية للحفاظ على سلامة المستعمرات ولتأمين التدفق الحر للتجارة الأمريكية. وتحتفل البحرية الأمريكية اليوم بعيد ميلادها 249، والذي يمثل تراثا طويلا ومرموقة نحو أكبر وأقوى بحرية في العالم في الوقت الراهن. وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو المحرر في غرفة الأخبار الزميل حمزة السعود. صباح الخير عليك. صباح النور. حمزة، يعني أولا البحرية الأمريكية كيف أنشئت ولماذا؟ نعم، إذن كما شاهدنا بالحقيقة في عام 1775 قرر الكونغرس القاري كما كان يدعى آنذاك، وذلك لمجابهة في الحقيقة الاستعمار البريطاني مع عدد من المستعمرات، ولذلك لحماية الملاحة البحرية وطرق التجارة إلى الولايات المتحدة. بدأت في الحقيقة بسفينتين فقط هذه القوة البحرية، ومنذ ذلك الحين تحتفل الولايات المتحدة في 13 من أكتوبر بتاريخ إنشاء هذه القوة البحرية. ولكن هناك استثناء وحيد، هو من عام 1922 إلى عام 1972، 50 عام، وتحتفل الولايات المتحدة بعيد ميلاد القوة البحرية في 27 من أكتوبر، وهو عيد ميلاد ثيودور روزفلت الرئيس الأمريكي طبعا الشهير، وذلك لدوره وبصيرته في معرفة مدى قدرات وتأثير القوة البحرية، وجعل القوة البحرية الأمريكية رائدة في العالم. الخبراء العسكريون دائما ما يقولون من يسيطر على البحر
هو الأقوى في العالم من بين كيف الجيوش. كيف تسيطر البحرية الأمريكية على البحر؟ يعني توصف البحرية الأمريكية بأنها الأكبر والأقوى، حتى أن لها عدد من الطائرات يفوق ما للقوات الجوية في الكثير من النقاط والكثير من الدول. لماذا توصف بأنها الأقوى؟ توصف بأنها الأقوى لعدة أسباب، أبرزها بأنها تمتلك أكبر عدد من السفن البحرية التي تتجاوز أكثر من 300 سفينة حربية، من بينها 11 حاملة طائرات، لديها أيضا أكثر من 4000 طائرة، وهي أكبر من القوى الجوية نفسها كما ذكرت، ولكن من بينها أكثر من 1000 مقاتلة. وهذه هي طبعا بالذات حاملات الطائرات هي تعتبر بأنها قواعد عسكرية متحركة للولايات المتحدة، وهذا ما يجعل لها قوة متقدمة في العالم أينما وجدت. طبعا أيضا هنالك أكثر من 340 ألف فرد عامل، وهنالك أكثر من 71 ألف احتياط لدى البحرية الأمريكية. هنالك العديد من الميزات، منها 68 غواصة تعمل بالطاقة النووية، هذه ميزة أخرى للقوات القوى البحرية الأمريكية. وهنالك طبعا الكثير من العوامل، سواء التدريب، التكنولوجيا، طائرات المراقبة والرصد والرادار. إذا هنالك ميزات عديدة للقوى البحرية الأمريكية تجعلها طبعا القوة الأكبر في العالم. من سفينتين قبل حوالي 250 عام إلى هذا الأسطول الذي تتحدث عنه. شكرا لك حمزة على هذه المعلومات الوافية. أطلقت شركة سبيس إكس صاروخها ضخم ستارشاب في أجرى رحلة تجريبية لها حتى الآن، حيث تمكنت الشركة من التقاط الصاروخ المعزز الذي هبط بنجاح على المنصة باستخدام أذرع ميكانيكية. انطلقت المركبة الفضائية الفارغة والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 120 متر عند شروق الشمس من الطرف الجنوبي لولاية تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية. وبينما انتهت مهمة الصاروخ المعزز الثقيل، لا تزال مركبة ستارشيب تحلق في الفضاء بعد انفصالها عن الصاروخ. ومن المقرر أن تعود مركبة ستارشيب إلى الغلاف الجوي للأرض بعد ساعة من رحلتها، إذ ستحاول المركبة القيام بمناورة هبوط فوق المحيط الهندي. We have lift off. Vehicle's pitching downrange. Raptor engines. One of the most gorgeous things I've ever seen in my entire life. You can see how fast this vehicle is moving on the left-hand side. Landing burn. 13 engines. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now. مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح. رؤوف، ماذا لديك بعد الفاصل؟ القليل من الرياضة إناس. نتابع بعد الفاصل. المنتخب الأمريكي لكرة القدم يفوز على نظيره البنامي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، هذه الفقرات مستمرة في أمريكا هذا الصباح. الآن عودة إلى إناس لمتابعة تداعيات إعصار ميلتون. إناس، رئيس بايدن يزور فلوريدا لتقييم الأضرار. نعم رؤوف، يعني كان الإعصار كبير ولا سيما وأن كان من قبله إعصار آخر. إذا
إذن كما ذكر رؤوف، من المقرر أن يعاين رئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الدمار الذي لحق بساحل خليج ولاية فلوريدا جراء الإعصار ميلتون، حيث دعا الكونغرس إلى الموافقة على تخصيص تمويل إضافي لمواجهة الكوارث الطارئة. وستقضي نائبة رئيس الأمريكي كامالا هاريس يوما ثانيا في ولاية كارولينا الشمالية والتي تضررت بشدة جراء إعصار هيلين، وتتيح زيارة فلوريدا فرصة أخرى لبايدن للضغط على رئيس مجلس النواب مايك جونسون لكي يحث النواب على تقديم المزيد من التمويل قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، حيث كان جونسون قد أعلن أنه سيتم التعامل مع هذه المسألة بعد الانتخابات. هذا وأمضى سكان فلوريدا معظم أوقاتهم في البحث عن الوقود، حيث تعاني الولاية من نقص في هذه المادة الحيوية. واصطف 10 أشخاص أمام محطة في سان بطرسبرغ، لكن لم يكن بها وقود على أمل أن يصل قريبا، حيث قضى البعض منهم أكثر من 4 ساعات في الطوابير. وفتحت الولاية 3 مواقع لتوزيع الوقود، وتعتزم أن تفتح المزيد على أن يحصل كل واحد من السكان على 10 جالونات مجانا. يواجه العديد من تجار التجزئة في الولايات المتحدة أزمة في عيد الهالوين والمقرر نهاية هذا الشهر، مع انخفاض معدل إنفاق المستهلكين والذي يتوقع أن يصل إلى 5% هذا العام. ويعد الانخفاض المتوقع في الإنفاق خلال عيد الهالوين وأحدث ضربة لتجار التجزئة المثقلين بالديون والذين يكافحون للبقاء مع ارتفاع النفقات العامة واتجاه المستهلكين إلى شراء منتجات أرخص. ووفقا للاتحاد الوطني لتجار التجزئة، فسينخفض الإنفاق الأمريكي على عيد الهالوين ب 5%، وهو ما يعادل 12 مليار و600 مليون دولار هذا العام. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو المحرر في غرفة الأخبار الزميل عادل الدسوقي. صباح الخير عليك عادل. يعني هذه الأخبار أقل هالعا مما كانت تسبقها، ولكن بداية كيف يتم الاحتفال بالهالوين أو ما يسمى بالعربية بعيد الهلع في الولايات المتحدة؟ إناس، عيد الهالوين هو مناسبة تنتظرها أطياف واسعة من الشعب الأمريكي، بدءا بالصغار ربما لارتباطهم بعشق الحلوى في هذا اليوم، وانتهاء بالكبار أيضا. دعني أذكر أولا بعض الإحصائيات التي ربما ترسم صورة مقربة للمشاهد العربي ليعرف إلى أي مدى هذه المناسبة مهمة هنا في المجتمع الأمريكي. الإحصائية الأولى تقول أن 70% من الأسر الأمريكية تحتفل بعيد الهالوين. حجم الإنفاق أو متوسط الإنفاق للأسرة الواحدة هو 50 دولار، طبعا 50 دولار للأسرة الواحدة هذا في نهاية المطاف يعني يجمع مليارات الدولارات كل عام تنفق في هذا الاحتفال خصيصا. 71% من الآباء يسرقون الحلوى من أولادهم صبيحة هذا اليوم. أنا أنتمي لذلك. أنت منهم وأنا منهم. صحيح. الإحصائية الأخرى بتقول أيضا أنه 17% من الأسر تشتري ملابس أو أزياء تتعلق بالهالوين، أزياء مرعبة لحيواناتهم الأليفة سواء كان قطة أو كلب إلى ما شابه.
هذه الإحصائيات ربما تشير إلى أي مدى المجتمع الأمريكي أو الشعب الأمريكي مولع بالاحتفالات بصورة عامة وبعيد الهالوين على وجه الخصوص. نعم. يمكن عيد الهالوين نهاية هذا الشهر 31 أكتوبر، لكن من الآن تستطيع أن تمر ليلا في الحي الذي تسكنين فيه والطري، تستطيع أن تشاهدي بعض البيوت وقد وضعت الزينة بالفعل. نعم. في الباحات الأمامية حتى أن اليقطينة أصبحت موجودة. صحيح. الآن في جميع الأماكن والمحلات التجارية. طيب صحيح. لماذا الأزمة هذا العام عادل، وكيف يعني نرصد هذه الأزمة؟ صحيح، يمكن هذا هو الشق المشرق اللي احنا تحدثنا عليه. الجانب القاتم في هذه المسألة تعلق بتجار التجزئة اللي بيعانوا منذ فترة طويلة طبعا بسبب التضخم. هذا التضخم تعاني منه كثير من الأسر الأمريكية. دراسات تقول أن الأسرة التي يقل دخلها عن 100,000 دولار ستقلل حجم إنفاقها فيما يتعلق بالاحتفال بهذه المناسبة إلى نحو 5%، يجعل هذا الإنفاق الكلي حوالي 12 مليار دولار هذا العام. هذا هو الحجم المتوقع. خفض الإنفاق ب 5% إناس يسبب مشكلة كبيرة لهذه الشركات. البعض يقول إن بعضها يعني مهدد بالإفلاس بسبب انخفاض الإنفاق وبسبب أيضا المنافسة الشرسة من شركات مثل أمازون على سبيل المثال، شركات عملاقة. وبالتالي هذه الصناعة تواجه بالفعل مأزق كبير جدا. وبالرغم من أنه آخر دراسات تتحدث عن أنه التضخم قل إلى حد كبير بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة ب 5%، الإحصائيات الأخيرة تقول أن التضخم وصل إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات. شكرا لك عادل. يعني عيد الهالوين هو أول مواسم الأعياد في الولايات المتحدة، لنرى ما الذي سيحدث في البقية. شكرا لك عادل. شكرا. المنتخب الأمريكي تمكن من الفوز على نظيره البنمي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت. هذه المباراة تمثل بداية ناجحة لبيكينسي والذي يتولى حاليا مهمة تدريب المنتخب الأمريكي بعد رحيله عن نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قضاء موسم واحد في منصبه. ويتطلع المدرب بعد فوزه بأولى مبارياته مع الولايات المتحدة لمواصلة هذا النهج عندما يحل فريقه ضيفا على المكسيك بعد غد الثلاثاء. يتزامن اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي حددته الأمم المتحدة في 13 أكتوبر كل عام مع موسم النشط للأعاصير في بعض الولايات الجنوبية الشرقية في الولايات المتحدة وخصوصا في ولاية فلوريدا. ويضرب في العادة موسم الأعاصير في فلوريدا في الفترة ما بين شهري يونيو ونوفمبر من كل عام. وكانت أحدث هذه الأعاصير إعصار ميلتون كما ذكرنا، والذي ضرب الولاية قبل أيام مخلفا الكثير من الخسائر مجبرا كذلك سكان مدن عدة على مغادرتها بشكل مؤقت. فلوريدا ولاية ساحلية تشتهر بشواطئها الساحرة وأشجار النخيل المتمايلة، ولكن خلف هذا الجمال تخفي الولاية قصة الأعاصير التي تضرب بلا رحمة مدن الولاية ومجتمعاتها المحلية. لطالما كانت فلوريدا مسرحاً لأقوى الأعاصير في تاريخ الولايات المتحدة. منذ عام 1851 تعرضت الولاية لأكثر من 120 إعصاراً، كان آخرها إعصار ميلتون الذي خلف الكثير من الخسائر في مدينة تامبا والمدن المجاورة لها على الساحل الغربي. بعض هذه العواصف كان لها تأثير مدمر على البنية التحتية والمجتمعات المحلية مثل إعصار أندرو في عام 1991 الذي صنف كواحد من أسوأ الأعاصير التي شهدتها البلاد.
starts hitting land. عندما تبدأ الأعاصير في ضرب اليابسة، تتباطأ الرياح السطحية فجأة بشكل كبير بسبب الاحتكاك الناتج عن وجود العديد من المباني في طريقها، ولكن الرياح في المستويات العليا تستمر، وهذا يؤدي إلى ظهور فروق كبيرة في الرياح. ولهذا السبب عندما تضرب هذه الأعاصير نرى عادة الأعاصير المدمرة تتكون في تلك اللحظة. تبدأ الأعاصير كمنظومات منخفضة الضغط في المحيطات الدافئة، حيث ترتفع درجات الحرارة لتغذي الغيوم العملاقة، ومع مرور الوقت تتشكل العاصفة الكاملة. لدينا الآن مياه أكثر دفئاً في خليج المكسيك، سنشهد مياهاً أكثر دفئاً في المستقبل بسبب تغير المناخ، وهذا سيؤثر في ارتفاع العواصف لأننا سنبدأ من مستويات بحرية أعلى. نعتقد أيضاً أن تغير المناخ سيؤثر على أنواع الأعاصير التي نتعرض لها، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذه الأعاصير ستكون أقوى وربما تؤدي إلى ظهور المزيد من الأعاصير المدمرة. في كل مرة يضرب إعصار جديد فلوريدا يخلف وراءه دمارا هائلا، منازل تدمر، أرواح تفقد، ومجتمعات تحتاج سنوات للتعافي. بعد كل إعصار تعود الحياة من جديد إلى فلوريدا، ورغم الخسائر يظل الناس يقاومون، يبنون من جديد ويستعدون للعاصفة القادمة. فالأعاصير قد تأتي وتذهب، لكن الروح الإنسانية لا تنكسر. رضا أبو شفرة، الحرة، فلوريدا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام أمريكا هذا الصباح التي ناقشنا فيها العديد من الملفات. إناس، ما الذي أعجبك حقيقة؟ أنا توقفت كثيرا عند هذه الصور الملونة التي كنا نرى فيها البالونات التي تطير فوق نيو مكسيكو. مشاهدينا، إذن كل هذه الأشياء يمكنكم أن تتابعوها عبر موقعنا على الإنترنت. دمتم بخير، إلى اللقاء.